يعني احد اهم الموارد انك تمتلك الفشل. دي متعة، دي خبرة في حد، دي متعة متعة، ده اوبشن. يعني حضرتك تخيل مثلا انت محمد صلاح، انا محمد صلاح، وجون فاضي وطالع شوت على الجون وما جاتش جون، كارثة. طب ما هي دي برضو مهمة قوي، يعني ناس كتير قوي بتركز لك انا هعمل بيزنس ازاي وهعمل، ما انا ما عنديش فلوس، ما عيش حاجة. هي انا دايما اقول للناس لو معكش الفلوس ابدأ بمهارات بيسموها هاي بيين سكيلز، او سكيلز او مهارات بيدفع لها اجر عالي او مطلوبة في سوق العمل. ما فيش حاجة في الدنيا اسمها بلاننج. انا مش انا معترض على كلمة بلاننج. تخطيط. ما فيش تخطيط. لا ما في، ده كذب. كلام ده كبير. كلام كبير. كلام ده كبير جدا. مفيش حاجة اسمها بلانينج في الحياة. ده خدعة. اتخدعنا بيها كلنا. حل. إنما في حاجة اسمها باكورد بلانينج. عروض مرسولة الحصرية ما بتخلص مع المطاعم والمحلات اللي بتحبها. استخدم كود مرسول 90 واحصل على خصم 30 جنيه على توصيل أول 3 أوردرات. مرسول دايما موجود. السلام عليكم واهلا بيكم بحلقه جديده من بيزنس بالعربي بودكاست. معاكم احمد رشاد، مانجمنت كونسلتنت وهوست لبيزنس بالعربي بودكاست. معانا حلقه جديده ان شاء الله وجست جديد، وهنتكلم فيه عن حاجات مهمه كتير قوي. هنتكلم فيه على السوفت وير ومجال السوفت وير، وهنتكلم فيه على رياده الاعمال والاداره والمانجمنت، وازاي تنتقل من موظف لرائد اعمال، والمشاكل اللي بتواجهها فيها، وازاي تعرف تدير الناس، وايه المهارات اللي مطلوبه في السوق اللي الشركات بتدور عليها ولازم كتير من الشباب الخارجين يعرف يتعلمها. الكلام ده كله هنتكلم فيه النهاردة مع الجاست معانا، المهندس بهاء بزار، الفاوندر والمؤسس لشركة بي داب سوفتوير. زي حضرتك. أهلا وسهلا. عامل ايه؟ الحمد لله. الحمد لله. احنا مبسوطين جدا وجودك معانا ان شاء الله، وتكون حلقة مهمة ونتكلم في حاجات كتيرة قوي. احنا اتكلمنا قبل الحلقة في امور كتيرة، وان شاء الله يعني نقدر نطلع منك خبرات كتيرة اللي عندك. والله انا مبسوط ان انا معاكم النهارده، واتمنى ان شاء الله تكون حلقه مفيده وفيها افاده للناس اللي بتسمع، ويعني واكسشينجينج انفورميشن، وتبقى فروتفول يعني ديسكشن معاكم ان شاء الله. طيب قبل ما نكمل الحلقه يا جماعه، لو انت بتتفرج علينا على الفيسبوك او اليوتيوب، ما تنساش تعمل شير للحلقه واعمل سبسكرايب للقناه بتاعتنا، وما تنس... لان ده مهم قوي عشان نقدر نوصل المعلومات المهمه اللي في البودكاست لاكبر عدد من الناس. لو انت بتسمعنا على الايتونز، جوجل بودكاست او ساوند كلاود، ما تنساش تعمل ريفيو وتكتب كومنتس واسئله اللي عندك، او في الكومنت سكشن او في الريفيو سكشن، عشان نقدر نوصل الانترفيو ده لاكبر عدد من الناس. بهاء، هقول لك بقى بهاء، بلاش بليز. بليز. لا بليز في الفري. بهاء عرفنا على نفسك. طبعا انا اسمي بهاء البزار. انا يعني ابتديت حياتي على شقين. الشق الاولاني هي البدايه العاديه بتاعت اي واحد ابتدى يخلص الجامعه ويخلص هندسه ويبتدي يشوف هو يعمل ايه. دي بصراحه ما كانتش البدايه المتعبه قوي، هي البدايه المتعبه كانت اللي هي قبل كده، ان انا وجدت نفسي فجاه ان انت في قدام تكنولوجي، وقدام حاجه بتطلع وحاجه جديده كانت الناس لسه مش فاهماها، واسمها كمبيوترز. وكان حتى احنا يعني كنت في مدرسه فرنساوي، فكان بيسموها ليزورديناتورز، وكانت مش معروفه قوي. وبعدين ابتديت تخش المجال ده وتتعلم فيه وتشوف بره الدنيا فيها ايه، فابتديت انت مش عارف هو انت دي حاجه صح ولا دي حاجه يعني احنا بنتكلم في روكت ساينس يعني ولا حاجه. الموضوع استهواني وابتديت ابقى ماشي فيه كده واخده براحتي خالص جنب الدراسه. لقيت الموضوع ماشي بسرعه رهيبه، لقيت نفسي ان انا في هندسه الكترونيات وحاسبات، لقيت نفسي ان انا شغال حابب الموضوع قوي. ما كنتش بفكر في اي حاجه غير ان انا حابب حاجه معينه وبدي فيها. ما كانش عندي اي مثلا تفكير لحاجه معينه او البيزنس او ان دي هتبقى حياتي او كده، بس كان في باشن، كان في انجذاب، كان في رابور بيني وبين التكنولوجي، ودي كانت حاجه جديده. وانا واحد من الناس المحظوظين اللي هو في الجيل اللي نعتبره بين القديم والجديد، ان انا ممكن اقول ان انا I grew up with technology. Technology was baby and I was young and we grew up together. And now the technology is there and it's a fact. And I'm getting old. So we can have يعني a story together يعني. ومن هنا ابتدى نبني الرابور بتاعنا مع بعض، وابتدت بقى حياتي العملية من المنطقة دي. حضرتك دخلت جامعة ايه؟ والله انا طبعا كان هدفي وانا في ثانوية عامة ان انا اخش هندسة عين شمس، لان هي كانت حاجة بالنسبة لي قوية جدا، وحاجة يعني محط نظر شباب كتير اللي هم مهتمين بالعلم وبالتطور.
كالعادة الثانوية العامة ما ساعدتنيش، فبرضو كنت محظوظ كفاية ان انا اخش تجربة جديدة وهي تجربة هندسة وتكنولوجيا العاشر من رمضان، وكانت ساعتها لسه فاتحة، وكان بيقودها راجل انتربرينور وفاوندر ضخم جدا ربنا يديله الصحة اللي هو دكتور مصطفى كامل. الفيديو ده برعاية كوف بوكس. كوف بوكس مش مجرد ملخصات او كورس، كوف بوكس سيستم متكامل للتعلم من اجل التطبيق. وابتدينا وكانت الدفعة 90 شخص وعملنا فيها يعني وي بيلد سكسس ستوري، فحسيت ان انا كل خطوة مدفوع ليها مش بختارها قوي، بس كنت مبسوط بالاندفاع اللي بيحصل بالطبيعة دوت، لانه حسيت ان هو بيوجهني لحاجة قوة جاذبة حلوة جدا. يعني the name of the game او يعني اسم الحالة اللي انا كنت فيها، هي كنت ان انا كان عندي علاقة زي ما قلت ود وحب كبير للي بعمله، واللي استهواني اكتر programming، حاسس ان انا I can control machine, I can make, انا بقدر اتحكم طبعا في اجهزة، بقدر اخلي اجزاء آلية حديدية انها تتحرك. لما بتعمل برنامج بتواجهك فيه تحديات وصعوبات، الصعوبات والتحديات دي بتبقى بمثابة البازل او الفوازير اللي انت بتحلها، ان انت تعديها وتنجح وبعدين تلاقي الحاجة شغالة، فبتديك احساس الانجاز، فبالتالي بتديك السنس اوف اتشيفمنت برضو، فدوت بيعمل لك كده زي عملية اشباع نفسي للحالة العملية اللي انت كنت فيها. يعني انت دخلت في مجال الالكترونيكس والسوفت وير في الجامعة، في جامعة عاشر من رمضان، اشتغلت وانت في الجامعة ولا انا 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 دي برضو كانت دفعة تانية. انا اشتغلت وانا في الجامعة. حلو، اشتغلت ايه بقى وازاي؟ اشتغلت ديفلوبر. هو اللي حصل بصراحه ديفلوبر، سوفت وير ديفلوبر. سوفت وير ديفلوبر اللي حصل ان كان في زمان كانت معارض الكمبيوتر دي حاجه يعني نادره وكده، وكنت بروح انا يعني اتابعها بشغف. ففي احد زيارات يعني لاحد المعارض ديت، فلقيت ناس عامله حاجه وجايبين كمبيوتر وعارضينه وبيحاولوا كده وعاملين برنامج. كان زمان انك يبقى في برنامج وتدخل عليه قواعد بيانات موظفين، دي حاجه يعني غريبه جدا يعني. فعديت فبسأل الأستاذ المهندس اللي هو يعني المسؤول، فبقول له هو أنت ديت عاملينها كده ليه؟ أنتوا ليه ما عملتوهاش بالطريقة الفلانية؟ فالراجل يعني استقبلني بروح مرحة جدا، تحمل من الدعابة الكثير ومن التهكم البعض. يعني يلا يا عم العيل الصغير ده، يعني انت جيت تمنظر عليك. وانا طبعا كنت في اعدادي هندسة، كنت لسه يعني بحلق داني من قريب. فالراجل قال لي يعني انت تعرف تعملها؟ قلت له دي حاجة طبيعية جدا. لا هو بتكلم بثقة رهيبة رهيبة، مفيش ادنى ازمة، دي حاجة عادية جدا. فيعني برضو انا برجع الفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى، دي حاجة شيء بشيء يذكر. وفي فضل المدرسة عليا وفي فضل ابوي عليا، هما الاثنين ساعدوا في حتة ان yes you can do it go، يعني انت انطلق، انت خسران ايه؟ جرب ما عندك الثقة. والتجربة الناجحة هي نجاح، والتجربة الفاشلة هي خبرة، طالما انت محافظ على نفسك وانطلقت يعني من هنا. فقلت له طبعا يا دي ده انا هعملها بمنتهى السهولة. قلت طب تعالى بقى شيل. فقال لي طب المعرض هيخلص بكرة، احنا هنريح بعد بكرة جمعة وسبت، يوم الحد انا عايزك عندي تورهاني. فقلت له طيب تمام، واداني الكارت. فالراجل فوجئ ان انا يوم الحد بخبط عليه، كان نسيني اصلا. قال لك ده بيهرج ومشي. ده شاب كده. فروحت له تروح حاجه، كان قال لي ايوه تعالى بقى. فحسيت ان تعالى بقى دي يعني تعالى بقى مش تعمل فلحوس يعني انت هيحصل ايه يعني. فدخلت وعملت له الحاجه، فجي قال لي يعني وريني بقى تعرف تعمل ازاي. فقلت له طب يعني طبعا كان زمان احنا ما عندناش لابتوب بقى بالشكل اليسير اللي متوفر اليومين دول. فقلت له طب انا اجيب الكمبيوتر بتاعي ولا اعملها في البيت؟ قال لا ما ينفعش، هنديك هنا كل حاجه، ورينا بقى ايه هتعمل ازاي. ودعا الجماعه المبرمجين وفرجهم عليا، وابتديت يعني. فقلت له طب خلاص انا حيك يعني شويه كده واكون اعملها لك ان شاء الله. فقعدت اشتغلت، وبعد ساعتين ونص وسابني براحتي، وقلت له دوت حيك اللي انا اقصده يعني. فرجع انت تشتغل معانا وتاخد جام، ماليش حلو ولا وحش، ماليش حلو ولا وحش.
ودوت كام ودفع ودفع اون ذا سبوت اون ذا سبوت قال لي انت تشتغل معانا وتاخد كام. حلو قوي. يعني الكلمه دي مهمه قوي. ليه؟ لان انا بركز دايما مع الشباب على حته بناء المهارات، وان انت ما تنتظرش لغايه ما تخرج من الجامعه ان انت تعمل مهارات. يعني انت اشتغلت على حاجه انت ممكن كنت سابق المنهج اللي انت اصلا في الجامعه فيه يعني. والشركات عامه مش مشكلتها معاك ايه الورقه اللي معاك، يعني انت بتعرف تعمل الموضوع ده، هتديني ريزلتس هتديني ريزلتس ولا لا، وده اخر في الاخر كده. وحضرتك يعني صاحب شركه دلوقتي، اللي بيديني ريزلتس هو اهم حد. هي 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 دي فعلا، هي دي فعلا. يعني طبعا الواحد دلوقتي لما بيتدور ويبص للي حصل بيعرف يترجمه بطريقه فيها احترافيه وعقلانيه اكتر. صحيح. انما اللي حصل ساعتها هو شغفي وحبي واخلاصي، اخلاصك اللي انت ما كنتش عارف ان ده اخلاص، وال 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 والاصرار والجلد يعني على الشيء هما اللي وصلوك لدوت. فانا شايف زي ما حضرتك بتقول، لو انت عايز تعمل فلوس، او لو انت عايز تعمل نجاح، او لو انت عايز تبقى احسن واحد في العالم، او لو انت عايز اي حاجة، انت مش مطلوب منك تعمل اي حاجة. اهم حاجة اعمل القيمة، فاليو. ادي قيمة لذاتك عن طريق انك تنتج شيء مهم يحتاجه الاخرون. يعني ان انت محتاج حاجه الناس محتاجها، السوق محتاجها، او الناس محتاجها، الشركات. If you deliver a value، حلو قوي، everyone is around you. ما تفرقش معاهم قوي الشهادات، محدش قال لي انت خريج ايه، محدش قال لي انت ايه، محدش قال لي اي حاجه. حلو قوي. لان احنا دلوقتي دخلنا في منطقه انت بتعرف تعمل ايه، فتعالى. ودوت على فكره يعني برضو لو احنا خدنا نفس الحقبه الزمنيه ديت، ما قارناها مع الحقبه الزمنيه اللي الشباب فيها دلوقتي، هنلاقي ان مش زي ما الناس متخيله دلوقتي. فيه وفي وفر في المعلومات، في وفر في المحتوى، في وفر في حاجات كتيره قوي ايامينا ما كانش فيه. فكان ايامينا لو انا عرفت اجيب كتاب من امريكا ولا من فرنسا ولا من شيء وذاكرت الكتاب، فانا فرقت عن الدنيا. انما دلوقتي المعلومه موجوده على سيرش، على بحث. فبناء عليه اصبحت التنافسيه للشباب دلوقتي عاليه جدا، عكس ما هم متخيلين، لان المعلومه متوفره للجميع، الاداه متوفره للجميع. فانت لازم انت بقى تبذل المجهود وتنطلق بذاتك، تبقى متميز عامه. يعني انا كنت بقول في حلقه قبل كده بنتكلم على المهارات المطلوبه في السوق، ان انت زمان كنت بتنافس الناس اللي في المنطقه بتاعتك، وبعدين المدينه، او بعدين البلد، او بعدين كذا. المشكله دلوقتي ان التكنولوجي او كده فتحت التنافس لكل حته في العالم. انت ممكن في مصر دلوقتي تشتغل في شركه في امريكا او في فرنسا او في انجلترا، وممكن عكس كده. فانت ما بقتش بس تنافس اهل منطقتك او اهل المدينه اللي انت فيها او اهل المحافظه اللي انت فيها، انت بقى الكومبيتيشن في كل حته. وفي الاخر اصحاب الشركات او المؤسسات هو في الاخر عايز الريزولت، عايز القيمه اللي في الاخر اللي توصل، سواء انت وصلتها لي او حد تاني وصلها لي، هو وصلني للقيمه دي. فانت دايما كشخصيه، ان انت يعني حضرتك برضو الحته دي ليه وقفنا عليها، ان انت رحت للراجل وكان في حاجه مهمه كان عندك ثقه في النفس فيها، وبعدين رحت وخدت مجازفه اللي انت ممكن تفشل فيها، ويبقى ممكن تقول لا شكلي مش هيبقى حلو. خدت مجازفه، والراجل اهم حاجه عنده مش انت لسه بتدرس في الجامعه، المهم ده بيعرف يعمل لي حاجه الناس اللي معايا التانيين ما بيعرفوش يعملوا. دي نقطه مهمه جدا. ان احنا لو احنا قلنا ان ذا فيرست ستيب او الخطوه الاولى هو ان انت توفر بناء القيمه، يعني تبني قيمه لذاتك وتجعلها متوفره. حلو قوي. وتقدم وتاخد التجربه. بس دي مش النهايه، دي البدايه. دي البدايه. طب ايه المشوار؟ المشوار اسمه الانتاجيه. productivity. انت دلوقتي راجل عندك قيمه، انت راجل مثلا بقيت شاطر قوي في انك بترسم لوحه او بتعمل زخرف معين. طب انت دي القيمه بتاعتك. انما انك تعمل زخرف او شكل او منتج بجوده في وقت بشكل قياسي يتوافق مع احتياج السوق كسعر، انت هنا ابتديت تبقى منتج. انما انت عندك قيمه وانت غير منتج، فانت كسول، غير مفيد، غير منتج، فانت بقت مصيبتك اتنين. حلو. فاحنا النهارده لما بنقول I have a value, it doesn't mean that if you have a value خلاص ان انت you're the superman، ان انت عندك قيمه فانت رجل خارق. والدليل على كده لو يعني تسمح لي ان اقول بس مثال ديني شويه، ان انا بالنسبه لي في عقيدتي ان انا الرسول عليه السلام كان معاه ده افضل خلق الله بالنسبه لي، وكان معاه افضل منتج في الدنيا، الدين الاسلامي والقران الكريم. تمام تمام. ومع ذلك عنده قيمة ضخمة. ما قعدش يقلك بقى ايه، انا عندي الدين، انا عندي الاسلام، اللي عايز
يجي يحجز ويقف طابور ونصف بقى علشان اقول لكم الاسلام ده فيه ايه. لا الرسول عمل ايه؟ الرسول ريكوجنايز ذا فاليو، ادرك القيمه طبعا لان هو عنده ادراك مختلف، ابتدى يعمل لها ماركتنج، ابتدى ينزل يكلم الناس، يعمل اويرنس، يعمل بوزيشننج. لما يقولوا لا الدين الاسلامي ما فيهوش كذا، ده بوزيشننج. لما يقول الدين الاسلامي فيه كذا، ده اويرنس. لما يبتدي بقى يقول لك تعاليم الدين، ده تريننج. لما يمشي معاك في تعاليم الدين، دي امبلمنتيشن. سو هي ديد ا جريت امبلمنتيشن اند هي ديليفرد اند هي از وان اوف ذا توب برودكتيف بيبل في الدنيا. والدليل على كده ان هو متوفي، او يعني رسول توفاه الله، لكن هو منتج لغايه هذه اللحظه. فده اللي احنا عايزين نوصله للناس. حلو. طيب انت دلوقتي ابتديت مع الشركه دي، قعدت معاهم قد ايه؟ وكان دورك قد ايه يعني بعد ما عملت المشروع اللي هو ما كانش معتقد ان انت هتخلصه؟ اللي حصل ان انا لما ابتديت مع الشركه ديت ابتدينا نشتغل بجديه، ابتدوا يعتمدوا عليا كجزء يعني اصيل من فريق العمل. وابتديت طبعا الاقي بقى ان بقى في تنافسيه مع ناس تانية. فابتديت ان انا اضطريت ان انا الاول كنت بطور نفسي علشان انا حاسس زي اي حد ممكن يحس، انا محتاج اتعلم، انا حابب الموضوع ده. بعد كده قلت انا لازم اطور نفسي عشان سببين. السبب الاولاني هو ان الشغل محتاج انك تبقى متطور، عمال ينزل لك في جديد. والسبب الثاني ان انت عايز تكوب اب وتبقى على مستوى التفاعل مع الزملاء المحيطين، لان هم مش قليلين. فابتدى يبقى التطور ده شيء رئيسي. فضلت ماشي معاهم تقريبا سنتين، وطلعنا منتجات، وكانت يعني وقت فارق جدا ونقله فارقه. وبعد كده وانا لسه برضو في الجامعه ابتديت ان انا شركه تانية تحتاجني، فابتدى يجي لي اوفر وهيد هانتنج، ودي كانت اول مره تحصل لي. ورحت الشركه التانية واكتشفت ان انا اسايد اوف ذس، بجانب هذا انا ممكن برضو اعمل حاجات تانية. فابتدت تتفتح لي الفرصه زي اي حد ممكن تتفتح قدامه الفرصه، بس حسيت ان انا اذا انا بضغط نفسي، لا انا حابب اعمل كده. هل اهلك كانوا متقبلين الفكره ان انت كنت بتشتغل وانت بتدرس، وعرفت تدير وقتك ازاي في المرحله دي؟ الفتره دي بصراحه او البيئه اللي انا تربيت فيها، هي احنا طبعا اسره يعني كويسه الحمد لله، بس كانوا احنا كنا احنا ننتمي للافكار اللي هي اللي اترسخت زمان، اللي هي بتقول لك انت لازم تتعب وتحفر في الصخر عشان تنجح، انت لازم توقف على رجلك عشان تنجح. فكان هي دي الرسائل دايما اللي بتحصل كده. فلما لقوني بعمل كده، هم محدش عرضك، بس ابتدى يدققوا اكتر على الدرجات بتاعه الدراسه. فلو درجات الدراسه هي مؤشر نزول، فدوت طبعا كان هيبقى عائق. بس فده برضو ساعدك انك تحافظ على لان انت بيجي لك ساعات، يعني واحد ساعات بيحس بايه احمد، ساعات يحس انا بشتغل بقى وانا جامد وانا بتاع، ده انا فاهم احسن من الدكاتره. لا هي 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 دي طبعا برضو احد الافخاخ اللي بتقع فيها. هو الدكتور راجل عالم في فرع، انت بتبقى برضو مهني او شغال في حته، فهي مفيش وجه للمقارنه اصلا. انت بتشتغل والدنيا بتبقى ظريفه والاهل تقبلوا وما عندهمش مانع اصلا طول ما انت محافظ على حياتك. بس برضو كان مش معنى ان انت بتعمل فلوس ان انت تبقى متحرر. وده برضو ربنا كرمني وتوجهت توجيه ظريف جدا في موضوع الماديات، ان كان بقى معايا فلوس مش عارف اعمل بيها ايه، فابتدى اشتري عربيه. وحصل معايا حاجه جميله جدا بصراحه، الشغل ابتدى يزيد، ابتدى يجي لي طلبات، ابتديت لقيت نفسي ان انا بروح ادرس تريننج كورسز لزمايلي اللي في الجامعه. دي صدقا صدقا يعني انا كنت بدرس لزمايلي اللي في الجامعه الماده بتاعتهم. ابتدى يحصل طلبات عليا، فابتديت اعمل دخل، فكان بيخش لي دخل كويس جدا لدرجه ان انا اشتريت شقه، وهي شقه متجوز فيها. يعني انا خلصت الجامعه وكنت جايب شقه، فما حسيتش انا بالفقره بتاعت الواحد مش عارف يتجوز ويتجوز ازاي. يعني الحته ما هي دي برضو مهمه قوي، يعني ناس كتير قوي بتركز لك انا هعمل بيزنس ازاي وهعمل، ما انا ما عنديش فلوس، معيش حاجه. هي انا دايما اقول للناس لو معكش الفلوس
ابدأ بمهارات بيسموها high paying skills أو skills أو مهارات بيدفع لها أجر عالي أو مطلوبة في سوق العمل. فبتحصل شوية أنت بتبتدي، يعني أنت ابتديت عملت المهارة دي، اتطلبت أنت كشخص، شوية شوية بقت الناس عايزة أكتر عدد أكتر يطلبها منك، فبقت تقدر تدرسها، فدي مهارة جديدة عملتها إن إزاي أدرس، فابتدى يجيلي دخل منها لأن أنا ابتديت ساعتي بقت تديها فلوس أكتر. شوية شوية أكيد ابتدت تجيب ناس معاك تساعدك في الأمور دي. أنا بس هي كلها بدأت إن أنت نميت مهارة. بالظبط، الحقيقه انت نميت مهاره، انفستد، ما كانش معاك الفلوس، انفستد، استثمرت وقت ان تتعلم مهاره، المهاره دي مطلوبه، الطلب بقت غاليه، فعرفت تبيع المهاره دي ان الناس بقت تديك فيها، بعدين قلبت على مهارات تانية بقت تجيب لك دخل اعلى وهكذا. يعني هي يعني انا ساعات بكلم ناس في حته البيزنس او رياده اعمال او حتى تشتغل فريلانسر، كل دماغه ايه اللي مش موجود، يعني انا بدور على اللي مش موجود واقول هو مش موجود، لكن انت في حاجه موجود ان انت صغير معكش فلوس بس معك وقت، معك وقت وما عندكش مسؤوليات كتيره، يعني انت عايش مع اهلك او كذا، ما عندكش اولاد، ما عندكش، استثمر في نفسك الوقت ده، استثمر في نفسك. والتعليم يعني دلوقتي اعتقد كان اسهل من وانت في الجامعه لان المعلومات كتيره موجوده، لو انت فتحت اليوتيوب ببلاش هتلاقي، لو عايز كورسات بثمن رخيص هتلاقي، لو عايز اغلى شويه هتلاقي. فالحته دي مهمه، يعني انا بركز عليها قوي في حته بناء المهارات لانها بتفتح لك ابواب. طيب حضرتك كنت بتدرس المادة، اتخرجت من الجامعة، هل اشتغلت في شركة بعد كده ولا عملت كملت في الشغل الخاص كفريلانسر او عملت ايه؟ لا هو احنا طبعا امينة ما كانش مبدأ الفريلانسر ده موجود، يعني كان في عندنا حاجة اسمها ان انت بتشتغل يعني اما يعني اللي هي الموظف الثابت يا اما موظف بيشتغل بعد الظهر، يعني كان حتى زمان يقولك ايه بيشتغل شغلانتين الصبح وبعد الظهر، فبعد الظهر دي اللي هي البارت تايمر، يعني ما كانش في مبدا بالساعه، ما كناش طبعا لسه الثقافه دي ما كانتش موجوده. مظبوط. انا اتخرجت سنه كام؟ انا اتخرجت في 94. فما كانش الثقافه دي موجوده بالصوره الحاده دي، بس كان في ثقافه المشروع ان انت بتعمل المنتج ده بكذا او بتعمل دي بكذا او بتعمل ده بكذا. طبعا لما اتخرجت انا ما احتجتش ان انا ادور على شغل، دي برضو نقطه مهمه جدا، يعني انا ما قعدتش مره معايا طب تعال، يعني ما يعني انا ما جاليش في اي وقت في حياتي تعال اكتب السي في ونشوف هنقدمها ازاي ونكلم عمه علشان طنط تخلينا عمه يشغلنا في البنك او في مفيش، ده ما حصلش. ليه ما حسيتش ان انا محتاجه؟ حلو، عشان المهاره اللي انت كنت مكتسبها ومهم والناس عايزاها. انا خلصت مثلا عملت مشروع التخرج، مشروع التخرج طبعا بفضل الله امتياز في تخصصي. فانت شغال في شركة، الدكتور اللي انت ناقشك في المشروع عايزك في شركة، الدكتور اللي عامل معاك المشروع عايزك في شركته، الجامعة او الكلية اللي انت درست فيها مرشحك انك تروح تشتغل في حتة معينة، وانت في ناس عايزك، فانت الدنيا تمام. انا بختار مش بدور، وده لان انت بديت من نفسك المهارات دي عشان تديك الفرصة ان انت تختار او يبقى عندك اللوكشري دي او بالظبط. بس انا ابتديت احس بقى في الفترة دي بالجزئية اللي انا بحب اشاركها مع الناس كلها، هي مش المهارة والقيمة بس، هي انت قيمة بس انت بتنتج، لان الناس ابتدت تبص لي انت بتعرف تعمل ده، انا عايز ده، فهي معادلة الانتاجية. حلو قوي، علشان برضو ما نظلمش الانتاجية معانا. لا، ما الانتاجية دي اهم شيء، انت بتعرف المهارة دي هي بتساعدك تنتج، مش مهارة في المطلق كده. بالظبط. ودي بقى دي بقى كانت قمة التنافسية لما اشتغلت. فانا ما حسيتش بقى دخلت بقى يعني الحياة العملية، ما حسيتش ان انا اتنقلت من الجامعة للحياة العملية ابدا. انا الحياة العملية شغالة. طب انت ازاي اكون شخص اكتر انتاجية؟ احنا اتكلمت على الانتاجية، ازاي يكون بروداكتيف اكتر؟ تمام، ده سؤال جدا مهم، انا حتى بقعد اساله لنفسي. اول حاجه عشان اكون بروداكتيف، البروداكتيفيتي ديت عايزين نتخيلها ان هي قايمه على 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 سطح او على قاعده. خلاص، لو حضرتك مش منظم مش هتبقى بروداكتيف. هنقول الحاجه وهنقول عليها مثل علشان انا بحس بكده. النهارده انا داخل معايا سلسله المفاتيح بتاعه العربيه او بتاعه اي حاجه البيت، لو انا رميتها في اي حته ده مش هياخد في ايدي 3 ثواني وهكون سبت من السلسله.
عشان استرجعها انا ممكن اقعد نص ساعه ادور عليها. فلو انا عامل مكان لسلسله المفاتيح دي مخصص، فانا هحطها في 5 ثواني او في 10 ثواني في مكانها وهسترجعها في 10 ثواني، فانا وفرت 20 ثانية لشيء بديهي لا يحتاج مني مجهود ذهني ولا نفسي ولا عقلي ولا بدني، وفرت النص ساعة. فاول قاعدة انا علمتها لنفسي حسيتها هو انا لازم اكون منظم. وكلمة منظم كانت في الاول ان يعني to put things at their places، ان انا احط الاشياء في موضعها السليم. فلما نيجي في الموضع السليم يبقى انا كده وفرت وقت وفرت جهد. الوفر ده بختزله كطاقة للتوجيه السليم. يبقى اول حاجة لازم اكون منظم. تاني حاجة لازم قبل ما اشتغل في الشيء اتخيله واخطط له، مش اخطط له بس اتخيله واخطط له. يعني ايه تخيله؟ يعني انا عايز اعمل برنامج وانا عايز ابقى منتج او اعمل شاشة معينة، ما امسكش كده ابتدي اعمل واحط. لا، 3 دقايق هي بشكلها ايه؟ مثلا احط هنا وهنا 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 طب بعد لما تخيلها كده هبتديها منين؟ طب تمام يلا. فدي بتعمل لك زي لو احنا تخيلناها بالمفهوم الدارج اليومين دول شورت سبرنت او الانطلاقه القصيره، بقيس على نتائجها الاخيره وبروح احققها. فكني بحط هدف هعمله في خلال 2-3 ساعات من غير ما اخد بالي. بس الخيال بيساعدك انك تروح لها، ودي نقطه فوق المهمه. فلو انا منظم وتخيلت الشيء وجيت رايح له، فمديت ايدي اجيب الماوس الاقيه في مكانه، امد ايدي الاقي الكيبورد في مكانه، الاقي الانترنت بتاعتي كونكتد لان انا راجل منظم بدفع فاتوره الانترنت في ميعادها. الحاجات دي بتبقى، فدي تاني حاجه في ازاي ارسي الانتاجيه. حلو كده. طيب علشان ابقى راجل منتج لازم احسن استغلال ثروتي. فاول حاجه لازم اعرف انا امتلك ايه. زي ما حضرتك قلت، انا بمتلك الوقت، انا بمتلك الطاقه، انا بمتلك المجهود. بس كده؟ لا، الثروه هنا مش معناها الماديات خالص، بتتكلم على الريسورسز بتاعتي. الريسورسز بتاعتي في ريسورسز، موارد. الموارد بتاعتي. في ناس مش شايفه الموارد كلها. يعني احد اهم الموارد انك تمتلك الفشل. دي متعه، دي خبره في حد دي متعه. متعه ده اوبشن. يعني حضرتك تخيل مثلا ان انت محمد صلاح. انا محمد صلاح والجون فاضي وطالع شوت على الجون وما جاتش جون، كارثه. كارثه دي حاجه هتاخره وتنزل في سعره وكده، حاجه هتاثر عليه بالسلب. انما لما ابقى انا مش ولا حاجه ورحت شوت على الجون وطلعت بره، في حاجه؟ لا، بالعكس انا كسبت محاوله. يبقى امتلاك الفشل دي رفاهيه لا يمتلكوها الناجحين. خلي بالك دي كارثه، دي كارثه. فانا عندي النهارده من احد مواردي ان انا امتلك الفشل وامتلك الوقت. فلما انا احط دول جنب بعض وابتدي افكر ازاي بقى اطلع الحاجه دي، نقف هنا. اول فكره هتجيلك سيبك منها، وتاني واحده سيبك منها، ولو ما لقيتش الثالثه دور عليها. ابتدي اشتغل من الثالثه دي. وعلشان اكون منتج لازم افكر ان كل خطوه بمشيها ينفع استغلها لوحديها. يعني انا عايز اعمل الاوضه دي، حلو، يبقى انا اعمل الاوضه. طب انا اصلا ما كنتش عايز اعمل اوضه، انا عايز اعمل مثلا ميتنج روم، يبقى انا هعمل غرفه. فشل موضوع الميتنج روم، والله تنفع غرفه معيشه. فشل موضوع المعيشه، تنفع غرفه تدريس. طب هجيب كراسي، لما اجي اجيب كرسي اجيبه بشكل يمكن اعاده استعماله. وبالمثل بالمثل لما اجي انا اشتغل في منتج او في شيء عشان اكون منتج. حلو. طيب الانتاجيه ليها 3 عناصر لازم ابقى شايفهم بعيني حديد. الكم والوقت والجوده. حلو. كم والوقت والجوده بالظبط. لو خدنا المثال بتاع انا راجل بحب ارسم هعمل لوحه، فانت هتعمل كم لوحه في وقت قد ايه بجوده شكلها ايه؟
فلما واحد يقول لك لا اصل انا انا بطلع باجز كتيره بس انا سريع انا بنجز، لا انت بتنجزي. ليه؟ لان الوقت اللي هناخده في تصليح الباجز عشان انت ما حطيتش المفاتيح مكانها، او ان انا ما حطيتش المفاتيح مكانها، انا ما حطيتش الكود مكانه، فابتدى يضيع عليا انا وقت ان انا مش عارف اعمل حاجه. ايوه، ما انت يعني انت انا بتكلم في حاجات بديهيه، ما هو انا بقول لك يعني بقول لنفسي الحاجات البديهيه دي هي اللي لازم اراجع عليها كل شويه مع نفسي علشان تبقى انتاجيتي عاليه. طب انت كده بقيت منتج؟ لا لسه. بقى انا بقى لما اجي افكر في الانتاجيه اكتشفت ان انا لازم ابني حائط صد. حائط الصد ده مهم جدا في حياتي. حائط الصد ده بيطلع كده علشان يمنع اي شوشره او اي نويز هتطلعني بره اطار التركيز بتاعي واطار الانتاجيه. زي انا بشوف دلوقتي ان الفيسبوك ده، يعني انا لما بخش اشتغل انا ما بص ما فيش فيسبوك، ما فيش ولا اروح ابص، ولا لو قافل نوتيفيكيشن اي سوشيال ميديا انا خلاص هركز هشتغل لو شغلي مش سوشيال ميديا. فخلاص بقفل الحائط صد. خبر او اي شيء اشاعه حائط صد. كل الحاجات دي حائط صد. ما ينفعش ان انا اركز وانا اقول ايه لا انا هشتغل النهارده هخلص الحته دي بس انا هنزل في النص اعمل مشوار كذا وبعدين ارجع. ده لا. طب تقولي طب هتعيش ازاي؟ انت عندك التزامات في الحياه. ايوه، تنظيم الوقت والدرس اللي اتعلمته في حته ان انا بحط المفاتيح وارجع الاقيها علمني حاجات كتير قوي. طب ما الحته دي انا اعملها قبل ما ابتدي او بعد ما ابتدي. يعني لو انا عايز اشتغل زمان ما كانش فيه الورك سبيسز او الكووركينج سبيس، فعارف كنت بعمل ايه يا احمد؟ والله اكتشفت الموضوع ده. كنت بعمل ايه بقى؟ انا عايز اشتغل ومش عايز اشتغل في البيت، عايز اشتغل في كوفي شوب. فاكتشفت ان انا لازم اروح كوفي شوب ما فيهاش حد اعرفه، ويكون ارتفاع الترابيزه مناسب والفيشه جنبي وانا كان معايا. فلما بروح كوفي شوب في حد اعرفه لقيت ان حائط الصد ده بينهار، لان انت مش كل شويه تقعد ايه تقنع واحد صعب هتروح النادي وتشتغل. لا، النهارده الناس لا تتفهم ده، الناس اتغيرت. بس دوت رايي في ان الواحد ازاي يكون منتج. حلو. طيب انت ازاي، ايه الطريق اللي وصلك ان انت تبتدي الشركه الخاصه بتاعتك، وابتديتها امتى؟ تمام، انا ابتديت كذا شركه خاصه. حلو. مش واحده. اللي حصل ان انا ما بعرفش اقعد فاضي، كارثه. فمثلا انا جيت سافرت مثلا كندا ورجعت، او رحت مثلا الامارات ورجعت، او اي حاجه. فلما بتبقى انت قاعد فاضي او ما عندكش شغل او ما فيش شغل، او انت بس شغال مثلا سي في الامارات فضغط الشغل مش زي مصر، فانت قاعد فاضي فبتبتدي تلاقي نفسك عايز تعمل حاجه. ما فيش مش هناك تبقى عندك ازدواجيه في العمل، فبتعمل منتج، بتقعد تعمل برنامج ومش عارف ايه وبتاع. ف اول ما بتقف مفيش بقى سي في، مفيش الفقره دي فعلا ما عدتش عليا، فبتلاقي نفسك ان حد بيسالك عندك اللي بقى عندي. نفس الفكره، انت بنيت قيمه وبنيت مهاره وبنيت حاجه وعند اتفضل طب بكام. فبتلاقي نفسك بتعملوا شركه ولا تعملوا سبورت ولا موضوع عليه طلب، فبتبتدي شركه تقوم وبتبتدي العمليه تنطلق كده. الشركه الوحيده اللي انا وقفت وقلت انا هعمل شركه هي بيداب اللي احنا فيها دلوقتي. ابتديتها امتى؟ ابتديتها في احداث يناير، لما حصل احداث يناير. وحصل تغير في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في الخريطه الاعمال في البلد. وانا كنت مقضي وقت كبير جدا من حياتي بره مصر ومع شركات بتصدر برمجيات بره مصر، مفيش حاجه في مصر. فكانت علاقاتي في مصر مش قويه جدا بالناس ومش معروفه قوي لان قعدت كتير قوي بره. فلقيت ان انا مش برضو مش هعرف اعمل سي في واكلم الناس خلاص خدت على العمل الحر. خلاص انا بقيت كوفاوندر او واخد او هيرو امبلوي، يعني انت واخد مركزك في المؤسسه. فبناء عليه انت ابتديت خلاص. طب انا قاعد، انا بصراحه يعني موضوع الفتره بتاعت الثوره دي انا شفتها بمنظور مختلف. يعني في ناس شافت ان دي البلد الدنيا واقفه. والله انا شفتها فرصه ان انا راجل مش شغال في مصر. وفي حد جه قال لي انا هخلي العملاء المحتملين والحاليين ما يشتروش، واخلي الموردين اللي هم المفروض يبقوا منافسين ليك ما يبيعوش.
ولو عايز حد يشتغل هخليهم قاعدين مستنين تقول لهم تعالوا اشتغل. فلقيتها يعني بيئة رائعة لبداية قصة نجاح رهيبة. حلو. فرصة لن تتكرر. فرصة لن تتكرر. وابتديتها ازاي بقى؟ وابتديت في اول حاجة في البيت على طول. حلو. بالمنتج. مع نفسك. مع نفسك. والمنتج كان ايه؟ المنتج طبعا بقى ساعتها فكرت كنا احنا بقى خلاص اتطورنا قبل الثورة وبنعمل مثلا حاجات وموبايل ابس وقبل الناس كلها. فشد انتباهي ان الناس لما كان بيتفتح وقت الحظر كانوا بيروحوا يشتروا الاحتياجات الأساسية. يعني حاجة مثلا مش هتروح تشتري تشتري عيش وخبز خزين زي ما بيقول خزين دي البيزكس. أيوه. الأساسيات. فأنا قلت السوق لما هيرجع يقف على رجله مش هيدور على الرفاهيات، هيدور على الأساسيات. هيدور على الأساسيات يعني هيبقى عايز برنامج مخازن وبرنامج محاسبة والحاجات التقليدية العادية جدا. حلوة. ودي تعتبر زي رغيف العيش في الشغل بتاع السوفت وير، فدي حاجه لازم اعملها. حلو. فعملناها. لما جينا بقى نبتدي نبيع دي كانت فكره مختلفه ومهمه. برامج محاسبيه وكده، برامج محاسبيه واي ار بي سولوشن ويب سايتس اي كوميرس، كل الاساسيات اللي اي مؤسسه بتحتاجها علشان اخد نطاق واسع في ظل سوق متوقف. فلما يبقى في فرصه لاعاده العمل ابقى انا جاهز بحاجه اقدر اقول للناس انا موجود. حلو قوي. وحصل فعلا. حلو. حصل فعلا اللي حصل ده. ال 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 الشيء الجميل. وابتديت لوحدك؟ كان معاك تيم من الاول ولا ابتديت لوحدك؟ لا ابتديت لوحدي، وطبعا اي ستارت هايرنج تيم لان انا كنت ساعتها برضو مش صغير. فلازم يبقى معايا تيم، وتعودت ان انا يبقى معايا تيم. حلو. فبقيت احط تيمز، ابتديت احتك برضو بالشباب في مصر. يعني وبنيت خبرة يعني ايه ديفلوبر مصري، يعني ايه تيستر مصري. قعدت كذا سنة بصراحة كعبلنا شوية، خدنا خبرة فيها كبيرة لغاية ما يبقينا يعني قادرين على يعني ادارة الموضوع بصورة يسيرة جدا وبتفاهم عالي انت التيم بتاعك عندي كم واحد دلوقتي؟ يعني 22 دلوقتي. 22 ديفلوبر. ايوه. حلو قوي. طيب انت يعني في الاول كنت بتعتمد على مهاراتك الاساسيه، انت كنت كويس في الديفلوبمنت، فكنت شخص زي ما بيقولوا سنجل كونتريبيوتور، يعني او شخص من فريق عمل او شخص فريلانسر بيعمل حاجه وبدي لكم الحاجه دي الفلانيه وخلاص. انتقلت لمرحله ان انت دلوقتي بقيت عندك مؤسسه او شركه، الشركه دي بتعمل حاجه جديده تعتبر في السوق، وبقيت تبني تيمز. ايه يعني هل حصل ليك شيفت او اختلاف في طريقه التفكير في المرحله دي؟ ده سؤال رائع، ده سؤال فعلا جبار. لما قبل ما تحصل الاحداث فانت كنت في مستوى اداري معين، كنت بعدت فيه عن التطوير خالص، وكنت راجل بتتكلم في يعني قرارات المؤسسه والتعامل مع الكبار العملاء وشركاء العمل، وكنا في منطقه طبعا مختلفه تمام. لما انت وقفت انت اضطريت ترجع ان انت زي ما بيقولوا تشمر وتشتغل بايدك. تمام. ودي حاجه مهمه جدا ومحدش طبعا فينا يقدر يستكبر عليها لان دي اساسيه. فلما ابتدينا نعمل كده وابتدينا نقوم، فابتدينا نلاقي ان في متغيرات كتيره جدا. وابتدينا نلاقي زي ما حضرتك بتقول ان انا في خبرات اكتسبتها، ان انا اتحولت بقى ايه من مدير عنده ناس في الفتره الاخرانيه مش بتوعي لواحد ما عندوش ناس، وبعدين واحد عنده ناس هو اللي بيدي مرتباتهم. فابتديت الاحساس الاستثماري رجع تاني اللي كان من فتره زمان، لان قبليها كنت انا يعني مش المين انفستور في المؤسسه اللي كنت فيها. حلو. الشخص المستثمر الاساسي. المستثمر الاساسي. فبقيت انت رجعت انت المستثمر الاساسي، فانت مسؤول عن قراراتك، مسؤول عن ان الجنيه اللي بيروح ما بيرجعش، مسؤول عن فكرتك اللي انت قلت انا اقعد اشتغل سنه سنتين ثلاثه على ما الدنيا تقوم وهصرف قد كده وهعمل. مسؤول على اخطائك واخطائك. حلو. ليه؟ لان انت لو واحد في التيم غلط هو غلطتك. يا اما انت غلطت وانت بتعينه، يا اما انت غلطت وانت بتديره، يا اما انت غلطت وانت بتديله يعني بتجيب توجيهات. يعني بس هي في الاخر if you are an entrepreneur، لو انت رائد اعمال او انت قررت تتحمل مسؤوليه عمل ما، فانا شفت ان انا ما ينفعش ان انا الوم باي مشكله على اي حد، اي مشكله بتحصل حتى لو حواليا هي غلطتي.
يعني لو انا حتى شركتي فتحتها في المكان ده وجنبيه ناس بترمي حاجه بتضايقني فغلطتي ان انا جيت هنا. يعني في الاساس ان انت شايف ان فكره ان انت تحمل المسؤوليه دي كانت النقله الكبيره. يعني انت لما بتكون موظف انت بتحمل مسؤوليه نفسك، لما بعد كده لا انا متحمل مسؤوليه كل حاجه كل حاجه. وشاور على نفسك بالخمس صوابع زي ما بيقولوا. يعني يعني انا شفت ان انا I cannot blame anyone on anything even if he's mistaken. يعني حتى يعني لو ما اقدرش الوم حد على اي حاجه حتى لو هو حتى لو هي غلطته. لان في الاخر غلطته. طب بس انا المسؤول، انا المسؤول. طب انا ايه بقى هقف ازعل منه ونعمل مشكله عشان اقنعه انه غلطته؟ لا، هو انا دلوقتي لازم اكمل في مسيره نجاح. انا شايف ان النقطه دي يعني اكتر من حد كان عندنا انترفيو معاه صاحب شركه اتكلم عليها، ودي كانت اصعب حاجه عنده، ان انا مره واحده بقيت مسؤول عن كل حاجه، وانا اللي مسؤول، وانا في الاخر لو الدنيا باظت انا اللي مسؤول، ولو الدنيا نجحت انا اللي ببقى مسؤول، وما اقدرش اقول ان انا مسؤول، لا بدي الفضل للناس كلها. ودي صعبه يعني، يعني لان الناس كتير قوي في حته رياده الاعمال ما بتتكلمش عليها، وده شيفت متهيألي في طريقه تفكير مختلف، يعني مايند سيت مختلف تماما. تماما ان انت تبقى عندك ملء نفسي او اشباع نفسي، ان اي نجاح يحدث هو بفضل الله ثم فريق العمل. حلو. واي فشل يحدث هو بامر الله ثم مسؤوليتك. مسؤوليتك. فالنقطه دي هامه جدا. حلو قوي. حلو. طيب انا دلوقتي لو انا شخص مثلا فريلانسر، او شخص ابتدى، انا كنت موظف وعايز ابقى صاحب شركه او اعمل شركتي الخاصه، وانا شخصيه مثلا مهندس، شخصيه تكنيكال، اي حاجه، جرافيك ديزاينر كده، او اشتغلت فريلانس، ودلوقتي عايز ابتدي افتح شركه او اعمل ابقى رائد اعمال او افتح شركه صغيره، ايه النصيحه اللي ممكن تنصحها لي؟ الجلد. الجلد. قصدك ايه بالجلد؟ الجلد هو ان انا ابتدي بعد لما اقول مش قادر. اول لما اقول مش قادر كل حاجة هعملها بعد كده هي دي الفايدة وهي دي الجلد. يعني تخيل ان حضرتك بتروح الجيم زي ما انا شايف ما شاء الله، يعني جميل. لما هلعب مثلا ضغط او هعمل عداد بالجهاز، لما بوصل للعدة التسعة العشرة الحداشر اللي هي ماي ماكسيمم اخري، انا هنا اديت واجتهدت وتعبت واشتغلت. العدة اللي بعد اللي انا مش قادر هي دي اللي هتبنيك، هي دي اهم واحدة، لان انت وصلت لاخرك وبتضغط نفسك زيادة فبتوصل لمرحلة تانية. النقلة للمرحلة التانية مع استمرار الرغبة، الرغبة والمثابرة للانتقال للمرحلة التانية بيخلقوا الجلد اللي هيبنيك. فلو انا قدرت اعملها مرة وعملتها مرة تانية وبكرة او في العشر عدات اللي بعديهم سبرت، عملتها مرة ومرة تانية، انا بقى هنا بتنقل. فلو اي حد عايز يفتح بيزنس لو سمحت الجلد. الجلد هنفتكره ان اول لما اقول مش قادر اعرف ان الجلد ابتدى، واعرف ان نجاحك ابتدى هنا. حلو. هنا ابتدى النجاح. طيب في حاجتين دلوقتي، انت انتقلت عملت البيزنس، الدنيا كبرت بقى معاك تيم، ايه اللي شايف المهارات اللي ممكن الشباب دلوقتي اللي بيتخرج او اللي بيتخرج جديد محتاج ينميها؟ يعني انت دلوقتي بقالك بتعين ناس، انت مرة بقيت كنت موظف، بعدين كنت انت بتشتغل بروجكت بيس يعني بالمشروع واسلمه، مره واحده انا بقيت اليد، بقيت ادير ناس، بقيت اقود ناس، بقيت احط استراتيجيه وخطه، وبقيت لازم اعين ناس. اكيد انت بتشوف ناس بمختلف الاعمار او ممكن نقول للشباب وسكيلز او مهارات مختلفه، ايه شايف المهارات المهمه قوي؟ انا شايف الموضوع دوت جدا حرج وينقسم لشقين. الشق الاولاني هو في مهارات لازم يكتسبها وفي اشياء لازم يتخلص منها. حلو. لان الـ 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 الكوب لو مليان انا لازم افضي حاجات عشان اعرف املى فيه حاجات حلوه. حلو. فلو انا قاعد زي ما بشوف في الانترفيوز قدام فريش جراد او قدام حد متخرج او
حديث تخرج شغال بقاله سنتين ثلاثة، وبعدين بيتكلم معايا، فتلاقي كل كلامه منصب على ان يعني بسأله انت خدت ايه في الجامعة، درست ايه، طب ايه اكتر مادة حبيتها، طب حبيتها ليه، طب مشروع التخرج كان ايه، طب كان دورك فيه ايه، وابتدينا الاسئلة اللي بنضحك فيها وبنحاول نفهم بعض، فتلاقي ان كل اجاباته رايحة ما لا ما ما يعني عايز يوصل لك فكرة ان انا ما اتعلمتش والمشروع ده كان حاجة كده وبتاع وشافي مع نفسه، انما انا كويس، هو عايز يقول لك كده، هو بيتخلص من حتة ان انا ضعيف عن طريق ان هو، فعايزين نتخلص الاول من حتة يعني ما تسيبك بقى من دي، وعايزين نتخلص من حتة ان انت لازم تبني نفسك وتبني المهارة قبل ما تفكر في الدخل، وعايزين نتخلص من ان في ناس على اليوتيوب بقوا مثلا يوتيوبرز فعملوا فلوس كتير قوي وانت عايز تعمل، فدي الحاجات اللي عايزين كده، مستعجل على مستعجل مستعجل على النجاح، مستعجل على الفلوس، مستعجل على يعني انا مش عايز اقول حاجه تزعل حد، بس لو انت مستعجل وما فضيتش الحاجات اللي فيها بعض من الـ 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 يعني، فهنروح لحته هتبقى انت فيها او هبقى انا فيها شبه المسخ. حلو، بكتسب مهاره يعني زي اللي بيلعب، لو رجعنا لمثال الجيم ده عجبني قوي، انا على طول باخده على طول بستعمل مثال الجيم زي مثلا واحد قرر يلعب باي كتير قوي او رجلين كتير قوي وما بيلعبش دراعات، او بيلعب يمين وما بيلعبش شمال، عامل فورمه الساحل كبير من فوق ورجليه تحت خاسس، فتلاقي العمليه شكلها غريب جدا مسخ يعني. فديت اول حاجه بنقول لهم فيها، دي اول مهاره، فلو هنا في حاجه مش هنقول بقى يتخلصوا منها، لا هنقول احنا عايزين نكتسب مهاره تقييم الذات بالتخلي عن الذات، يعني بالراحه بقى فهمنا بس عشان الكلام كبير كده كبير كده جعلس من يعني ان انا اقف اقيم نفسي وانا متخلي عن كبر نفسي يعني ما ما ما, ما اصل الانسان اكتر احسن واحد يقنع نفسه انه كويس او انه حاجه تمام فلا احنا عايزين عايز اطلع نفسي كده على الترابيزه، اطلع وضعي كده، فاول مهاره عايز اكتسبها هو ان انا ابقى صادق مع نفسي. صادق مع نفسي مش زي ما الناس فاهمة ان اي وانا تخين، لا، صادق مع نفسي ان انا وزني زيادة وعايز انزله، يعني ده الصدق مع النفس، مش اي وانا تخين وانا متصالح، لا انت مش متصالح، انت زعلان على فكرة من نفسك. فاول مهارة لازم نكتسبها ان انا ابقى صادق مع نفسي. طب ازاي اكتسب المهارة دي وابقى صادق مع نفسي؟ ولا حاجة، هنجيب ورقة صغيرة كده وهنكتب فيها انا عايز ابقى ايه، لان مفيش حاجه في الدنيا اسمها بلاننج، انا معترض على كلمه بلاننج، تخطيط، مفيش تخطيط، لا ده كذب، الكلام ده كبير، كلام كبير، الكلام ده كبير جدا، مفيش حاجه اسمها بلاننج في الحياه، ده خدعه اتخدعنا بيها كلنا. حلو. انما في حاجه اسمها باكورد بلاننج، يعني ايه بقى؟ يعني انا احط الهدف واحط التوقيت واخطط بالراجع، يعني انا ما اقولش انا عايز اعمل خطه عشان اروح بكره اسكندريه، هي اصلا الكتاب بتاع 7 habits of highly effective people قالك ايه، start with the end in mind، ابتدي من الهدف في الاخر، يعني ابتدي بالهدف وبعدين خطط انا هروح له ازاي. ده كلام سليم رائع. طبعا. فالنهارده انا عايز اعرف انا عايز اروح اسكندريه ولا هروح فين، وفين في اسكندريه، والساعه كام، لان انت لما بتبتدي تعمل باكورد بلاننج ببتدي اشوف انا شكلي ايه هناك، لما بشوف شكلي ايه هناك فبعرف انا عايز بلوفر ولا لا، انا عايز عربيه ولا لا، انا هروح بطياره ولا بتاكسي، طب انا امكانياتي بقى هتوصلني ولا لا، فاحدد الانت واجيبها بالراجع، احسبها بالراجع. المفاجاه لو انت حسبتها بالراجع هتلاقي ان الهدف بيجي بصوره ايسر واسهل. يعني لو لا، احنا كل ده في حته ازاي انا اكتسب مهاره ان انا احط نفسي قدام نفسي وافكر. حلو. هنقول مثال تاني سهل برضو ان الواحد يفهمه. لو واحد قال لك انا عايز اعمل مثلا مليون جنيه، عايز احوش مليون جنيه، مثال بسيط اهو، عايز اعمل اول مليون، فالطبيعي ممكن واحد يقول لك انا مثلا بشتغل اقدر احوش كل شهر مثلا 5000 جنيه وليكن، او 10000 جنيه عشان نسهل المثال يعني، فبالتالي او في السنه 100000 جنيه، فبالتالي السنه الاولى 100 والثانيه 100 والثالثه 100، فانا 10 سنين هيبقى معايا مليون جنيه، سهله اهي. هنقول له ده البلاننج. ليه بقى قلنا البلاننج غلط؟ عشان انت لما جيت تحط هدفك مع نفسك ما حطيتش نفسك صح قدامك واتفرجت عليها.
انت ما قلتش انت عايز ايه بالظبط. انا عايز 1,000,000 جنيه وبس. طب لو انا قلت انا عايز 1,000,000 جنيه هلاقي ان انا السنه اللي قبليها هيبقى معايا 900,000. لو انا كل سنه 100,000 اللي قبليها معايا 900,000. ال 900,000 دول لوحديهم وهم في البنك هيجيبوا فوائد 90,000. فتلاقي ان هدفك اخر سنه انت هتحط 10% بس مجهود حلو، بس هو في الاول هو اصعب حاجه. يبقى انا هعمل 100,000 في اول سنه حلو واحطهم في البنك يعملوا 10%. تاني سنه هيبقى عندي 10,000 زائد 90,000. تالت سنه وهكذا. فاما المجهود المطلوب هيقل وهوصل لنفس الهدف، هتلاقي نفسك ان انت كونت ب 700,000 وصلت المليون. حلو. فانت كسبت 30%. حلو. يا اما انت هتفضل على وترتك فتلاقي ان انت وصلت للمليون مش في 10 سنين، في 7 او في 6. فيبقى اول حاجه لازم احط نفسي قدام، اول مهاره احط نفسي اللي هي انا عايز اوصل لايه، وصادق نفسي بقى انا عايز اوصل لايه. انا عايز ابقى، مش هقول انا عايز اخس، انا عايز ابقى زي احمد. طب احمد ده بقى وزنه ايه وعامل ايه ودنيته إيه؟ كل حاجه ابتدي بقى اقول انا عشان اوصل لزي احمد محتاج عايز اخس 400 كيلو عشان اتخين قوي. فطب يبقى اخس او مثلا 36 كيلو، انا محتاج اخس قد ايه، كذا وكذا وكذا. من هنا دي المهاره الاولانيه لازم الواحد يكتسبها. المهاره الثانيه اللي لازم الواحد يكتسبها علشان يقدر يبقى رائد اعمال او يشتغل او كده، هو بعد لما حد صدق نفسه وحدد الهدف وكل حاجه، هو التخلي عن الغير مفيد. تخلي عن الغير مفيد. مفيد يعني لازم عنده مهاره سرعه البديهه في تحديد المفيد والغير مفيد، تقييم الامور يعني بصوره سريعه. اه بصوره سريعه. ليه؟ احنا واقفين تحت، ما تيجي معانا هنروح ناكل مش عارف ايه الساعه 10:30، فانت هتروح تاكل اللي مش عارف ايه معاهم، فهنرجع الساعة 2:30، فانت هتصحى متكعبل تاني يوم مش هتعرف تشتغل، فانت مش هتعرف تشتغل. انت كده البارير الحاجز بتاعك انهار. حلو قوي. انهار. حلو قوي. فتقييم الامور بصورة سريعة ده مهم جدا. تعالى علشان في ايفنت، الايفنت ده فيه مين، هيقول ايه، طب الحاجة دي انا عارفها ولا لا، طب الزوم ميتنج دوت او الانترفيو اللي هيحصل اسمعه ولا لا، استفاد منه ولا. تقييم الامور بصورة سريعة دي مهمة جدا، لان ده بقى بيعمل ايه بقى، عارف المدفع اللي بيطلع القنبله؟ أيه. المدفع اللي بيطلع القنبله ده عايزك تتخيله كده. لو المدفع ده جه ملي كده، القنبله بدل لما هتنزل على مدينه هتنزل على مدينه تانية. بس كل اللي حصل ان البوز بتاع المدفع او عمود المدفع جه ملي. ده نفس الحاجه اللي احنا بنحاول نقولها في المهاره الثانيه. حلو. تحديد المفيد من الامور وتقييم الامور بصوره سريعه. ليه؟ عشان القنبله ما تطلعش. حلو. فانا دلوقتي عندي ثانيه اقرر كده يمين ولا شمال. الثانيه دي هتحافظ لي على 4 ساعات ويوم شغل. انا شايف ان الاساس في تقييم الامور او ان انت تعرف الاولويات اللي انت يكون ليك غايه واضحه. يعني احنا عملنا حتى بودكاست كامل عن ازاي تحدد او اهميه وجود غايه في حياتك وازاي تحدد الغايه بتاعتك في حياتك. ليه؟ لان انت هتعرف ايه المهم ومش مهم ازاي، هتقيم الامور ازاي، هي هل دي هتوصلني لهدفي ولا مش هتوصلني. ما هو لازم يبقى في هدف الاول، لازم يبقى في غايه اصلا عشان اعرف ايه السمين وايه المش مهم. وحتى لو انا هعمل حاجه فيها تسليه انا باخدها بقصد عشان تسهل عليا عشان ابقى عندي الطاقه تاني يوم اوصل للهدف بتاعي. فهي ده جزء من الانتاجيه ودي مهمه. يعني ان هو في الاول حدد، انا زي ما قلنا ستارت وذ ذا اند ان مايند، او ابتدي من في المكان اللي انا عايز اوصله الاول، وبعدين احط الخطه واحط الاهداف. وده هيساعدني ان انا اقيم الامور بسرعه، لان القيمه دي هتوصل هل دي بتوصلني اقرب ولا بتبعدني. حلو قوي. طب حضرتك بقالك 10 12 سنه تقريبا صاحب شركه ومؤسسه وشركه، ايه طريقة التفكير اللي كانت متخيلها عن ريادة الأعمال لما ابتديت واكتشفت دلوقتي ان انت كنت غلطان، او ان انت لا طريقة التفكير دي مختلفة تماما؟ يعني بعد 10 سنين كده ازاي اتغيرت انت كشخص؟ انا بعد 10 سنين اتغيرت. كأول حاجة بقى عندي قناعة تامة بان اي حاجة بتحصل مسؤوليتي وغلطتي. دي نقطة كانت بالنسبة لي كانت نقلة يعني نقلة فارقة، نقلة نوعية. حلو. ان انت تتخلص من حتة ما انت جاي من المؤسسة فالمفروض ان في حد بيجيب لك النسكافيه، لا انت اللي هتقوم تعمله. ومفروض ان في حد بتيجي تلاقي المكتب نظيف، لا انت هتنظفه وهتكنه. يعني انت مسؤوليتك كل شيء.
فدي طبعا كانت اكتر حاجة انا يعني اتعلمتها بكررها. المفاجآت بقى او يعني الحاجات اللي الواحد اتعلمها وبيحس انه بيتفاجئ يعني الدنيا ايه ده، مش هتمشي بالشكل اليسير ده، لا لا مش تمشي كده. طب هيحصل ايه؟ هيقابلك عقبات كتير جدا. عرفت ان الشكل القانوني وكتابة الورق والاتفاق على ورق دي حاجة اساسية جدا، ومفيش اتفاق شفوي. جميل جدا. عرفت ان الناس ساعات بتقول اللي حابة تعمله مش اللي تقدر تعمله. جميل، ده حقيقة فعلا. حقيقة حلوة قوي النقطة دي. وعرفت وتغيرت في حتة ان مش معنى ان احمد قال لي انه هيعمل ده الساعة 6:30 فهو هيعمله 6:30 زي ما قلنا، عشان الناس بتقول اللي حابة تعمله مش هتقدر تعمله، فلو هو ما عملوش مش معناها ان احمد غلطان، لا. تاني معناها ان انا ما عنديش الباك اب اوبشن اللي هيسد لي لو احمد ما سدش معايا. اتعلمت ان اهم حاجتين في الدنيا الدليفري والكواليتي، واهم امضتين في اي شغلانه امضه العقد وامضه التسليم. جميل. فدول الحاجات اللي نقلتني. عرفت ان اهل الثقه مهمين واهل الخبره مهمين، الاثنين مهمين. بس توظيف كل واحد فيهم ازاي مهم قوي، انه قليل لما في حد يبقى في الاثنين. يعني هي ده ناس سبيشال قوي ان هو يبقى عنده الاثنين، لان هي الثانيه الاولانيه ممكن تبوظ الثانيه. وانس ان انت حسيت ان انت من اهل الثقه فهتبتدي تشتغل على الحته دي، مش هتشتغل على الحته الفنيه. صحيح. فديت من الحاجات اللي احنا شفناها المهمه جدا. عرفت ان انا القرايه مهمه، التطوير مهم، الواحد يراجع نفسه مهم، كل ده مهم. حلو. كل ده مهم. بنيجي بقى في حته القرايه، ودايما ده السؤال اللي بسأله لأي حد هنا، لو تنصحنا بكتب كتاب أو اتنين أو تلاتة في مجال البزنس وتطوير الذات أثروا معاك وتحب تنصحنا إن احنا نقراهم، تقول لنا إيه؟ والله أنا هقول لك على حاجتين. هقول لك على كتاب معين موجود عند كل واحد، وأقول لك على الكتب التانية. أفضل كتاب ممكن الواحد يقراه هو كتاب نفسه. انت اللي كتبت كتابك في الفترة اللي فاتت. Go read your book, understand what you did, see what you delivered, check your failure, check your success, come now, deliver, make it happen, success again and cycle again. كتابك اللي انت كاتبه بايديك، تأمل الامور اللي انت عملتها والحياة بتاعتك، انت شوف اللي انت كتبته بايديك في حياتك، راجعها، راجع حياتك، فرج عليها، سجل حاجتك، سجل احداثك، سجل حاجتك، راجع نفسك، اقرا كتابك، استفيد منه، لان الكتاب عباره عن واحد كتبه. هو الكتاب عباره عن ايه؟ حلو. شخص كتب وثق اشياء معينه حدثت، عمل لها قياس، طلع بنتائج. حلو. فانت لو انت ده اول حاجه، لان الكتب بتختلف، فلو حلو. سمحت اقرا كتابك. حلو. يعني تامل في حياتك عامه. تاني، واكتب كتابك. ابتدي اكتب بقى للمستقبل وغير الاخطاء اللي قديمه. دي 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 ده اهم كتاب. حلو قوي. ولازم يبقى عندك بوكلت كده تكتب فيه، جورنال. لازم. حلو قوي. ده تكتب الكتب بقى الثانيه اللي انا شايف ناس تستعين بيها، او ان انا حبيتها. يعني انا طبعا واحد قرأ كتير جدا، وكنت في فتره من فترات بلخص كتب بديها للناس. حلو. اعمل الكتاب سامري واسجله اوديو في مايك وادي الكتاب. وعندي ملخص 54 كتاب. حلو. انا شايف ليترال ثينكينج بتاع ادوارد بونو. حلو. ليترال ثينكينج. تمام. ده مهم. شايف 29 رولز اوف سكسس بتاع جاك ويلش، اللي هو 29 رولز اوف سكسس جاك ويلش. طبعا جاك ويلش من يعني من اعلام المانجمنت في العالم، يعني ده رهيب فعلا. وفي حته بقى كتاب مختلف شويه اللي هو الكيميست. ده الكيميست. طبعا بابلو كويلو. ايوه. ده الكتاب ده يعني فرق معايا جامد قوي. حلو قوي. ده طبعا هي روايه. روايه، لكن ثابت اثر فيا. دي كتب ثابت اثر فيا. في كتب قراتها وثابت فيا اثر مختلف. زي 48 لوز اوف باور. جميل. روبرت جرين. أيوة. يعني من هو الاثر المفضل بالنسبه لي. وطبعا هو اللي كان كاتب 33 لوز اوف وور. 33 ستراتيجيز اوف وور. ايوه. الكتاب ده قريته برضه. برضه الواحد ديت من الكتب اللي قراها وابتدى برضه يتلمس ممكن تبقى الدنيا ماشيه ازاي حواليه. بس طبعا في بعض الحاجات ما تتناسبش معانا قوي. انا حسيت ان الكتاب برضو في بعض الكلام القاسي شويه او الافكار القاسيه. هو رياليست يعني. رياليست. عنده كتاب جديد اسمه Laws of Human Nature. يس. الكتاب ده جميل جدا. هو كبير بس فظيع. هو يدرس ما يتلخص ما ينفعش. انا عندي تقريبا كل كتب روبرت جرين، يعني انا دايما بنصح بيه.
بس مش بشوف ان انت لازم تكون عندك نوع من النضج شويه قبل ما تقرا كتبه عشان تفهمها. انا بايد النقطه دي جدا. انت محتاج نضج كبير عشان تقرا كتب روبرت، ومحتاج برضو ثروه لغويه عشان تقرا كتب عشان تفهمه ما تفهموش غلط. صحيح. فدي كويس قوي. طيب انا في اخر لقاء باشمهندس بهاء، انا بتشكر ليك جدا على وجودك معانا، وانا بصراحه استفدت كتير قوي من القعده دي، وان شاء الله ما نكونش كنا ضيوف تقال عليك ولا حاجه، وان شاء الله يكون لنا عادات تانية يعني. ان شاء الله. انا سعيد جدا باللقاء دوت، ومبسوط ان انا كان عندي وقت انا اتكلم معاكم، واحب يعني او اتمنى ان انا اكون افدت او قدمت حاجه كويسه، لان انا نفسي وانا بتكلم دلوقتي استفدت. لما ابتديت اتكلم ابتديت اشوف حاجات، وابتديت اطلع تقرا كتابك بالظبط. مظبوط بالظبط. فبشكركم على اللقاء دوت، ومن نجاح لنجاح ان شاء الله. ولو انت معانا لغايه دلوقتي وبتسمع البودكاست، ما تنساش تعمل شير للحلقه، اكتب لنا في الكومنت سكشن لو انت بتتفرج على الفيديو، اكتب لنا اسئلتك لو اي سؤال تحب توجهه ليا او للبشمهندس بهاء، ورايكم في الحلقه. ولو ما تنساش تعمل لها شير لو انت بتسمعنا على الايتون او جوجل بودكاست او ساوند كلاود، ما تنساش تعمل ريفيو للحلقة وشير ليها وفايف ستار ريفيو، عشان نقدر نوصل المعلومات المهمة دي لأكبر عدد من الناس. وإن شاء الله نشوفكم في حلقة جديدة من بيزنس بالعربي بودكاست، وما تنساش أنت CEO حياتك. السلام عليكم.